اهلا وسهلا بكم في صبر يا ايش قالكم في الجو عابر موسي انت ما عملت عرس هي ليله الاعلان على نتائج الانتخابات التشريعيه وقت البارحة عملت عرس للصباح بصلات وعني به راجل ومسهر مسهرتهم الدساتره للسرد ليله كامله محتفلين قالك بفشل الانتخابات التشريعيه والله يا ودي حاسينهم مزود قالك للصباح قلت لهم ثوره التنوير تؤكد ترسخها في أذهان التونسيين وتنتصر على قوة القمع والدوس على القوانين لقد نجحنا في إنهاء أكذوبة الشعب يريد وحزب قيس سعيد وأراجيف الزرقوني التي لا تنتهي واتمنوا يا توانسة سنحبط كل المخططات القادمة وستنتصر الإرادة التونسية نحن قلت لهم نحن هم أبتي قالوا لها يا أخي شو دخلك في الانتخابات أنت قالوا لها أنا اللي فشلت انتخابات قلت لهم أنا اللي ربحت قيس سعيد وزمرته بنت قالوا له شو مدخلك أنت يا أخي خي تحب تركب السيف خي كل مصيبة تحب تركب عليها أنت خارج الطرح يا مدام يهديك لا قلت لهم أنا هي الطرح لقد نجحنا في إنهاء أكذوبة حزب قيس سعيد وأراجيف الزرقوني التي لا تنتهي وشنو قالوا لها وأراجيف الزرقوني قلت لهم التي لا تنتهي أنت شو مدخلك في أراجيف الزرقوني قالوا لها بجاه ربي بايش يزاد الراجل حتى أراجيفه تحب ترزيهم فيها ترزيه فيهم توا أراجيف الغنوشي وفرتهم له أمام الجميع درت ولا أراجيف الزرقوني يسايبي أراجيف العباد هذيك ربي وليش الواحد توا زاد حتى أراجيفه مش ضامنهم في هالبلاد حتى الزرقوني كلموه الزرقوني قالوا له يا ودي راه اسمع رد بالك على أراجيفك راهي عبير نويت لك عليهم راه والله قلم والله قلم كانت لهات أراجيف الشابي نجيب الشابي خير لما التبع في أراجيفي أنا اش قاد لي من أراجيف قلم أنا بجربي بعد 25 جويلة أما عرس عملته عبير موسي بعد الإعلان على نسبة التصويت هذه لما تتساتر قدام مقر الأمم المتحدة وتزغريت قال لك وصل لمحطة برشلونة يقطع الفم اللي ما يزغرتش قال لك هذيك الحسين وتساتر فرحانين بنسبة المشاركة الضعيفة تقول هم اللي ربحوا الانتخابات أما يموتوا على خلاها هذه نصبوا البفلوات وجابوا السونو وعملوا شكشوكة متاع أغاني هكا بدأوا من حماة الحمال دستوري حر من خاف ملامة اللي الدنيا سمعاني أبويا وصاني لا اسمع وشوف التجانس يعني شوف التجانس بين القول والفعل يعني عبير عاملة وقفة احتجاجية قدام فرع الأمم المتحدة باش يدخلوا في شؤون الداخلية وتغني في غناية يا دنيا سمعاني أبويا وصاني ما خلي جنسي غريب يخش أوطاني وهي عندها جمعة دق على فرع الأمم المتحدة باش 193 دولة غريب يخشوا في أوطان ليلة على الدواء ليلة عداوة الحسين وشيخين زنس شيخة اللي يحرم منها مومن والله البافلوات ليلة كاملة ما سكتوش قالك بالغناء حتى قالك صارت مشكلة راهو الغديك صارت مشكلة قالك في الليل قاملهم واحد أجنبي من فرع الأمم المتحدة وخرج لهم أكمل البركون في بيجامار راجل وبنطوف هكا وكشاكش وخارجة تبرا يروحي قال يا مدام تبرا يروحي خلينا نرقدوا على الخدمة الكلبة ما عندكمش ديار ما عندكمش مقر ما عندكمش دور شباب مقونين اللي قدام المقر ومرتو خرجت الراجل مسكينه خرجت مرتو كم ما خرجت وراه متلحفه كيف في زاوره تدخل فيه يا راجل شي همنا فيها يمشي وش زاد انت يرزيوك في اراجيفك زاد انت ادخل وش همنا فيها ادخل يا راجل وك الراجل الاجنبي نتاع الامم المتحده كبش الغد كبش عايط من البركونه العابر موسم تبري روحي قال تبري روحي خذ ركدو هذيك ربي انت كل ليله مرجت باغادي محمد بوست 193 دوله رانا في الامم المتحده ما خليتناش نركدو عملت اعتصام قلنا ما يسالش دورتها فيديوهات بتاع تنوير قلنا تو ربي هداه حطيت للدساتره يتفرجوا في مسرحيه الزعيم والبافلوات يشرقعوا في الليل قلنا تو تفهم روح اما تقوموا تزغرتوا ماضي ساعه متاع الليل هنا ستوب مادام عايش كه لهنا ياسر بري قال بري هزي كريم كريفه وك الراجل بو برنوس هذاك اللي معاك وهزي عواطف باك الطنجره اللي لابستها فوق راسها ومشيو خويا انصبوا قدام القراضه ويسيبونا الليل الغبش لا قتل عبير مستحيل نغادر المكان الا ما نوصل صوتي دي صوتك واصل سوق مصف باي قلم تاع واشنطن يا بدي هذيك ربي فين ما توصليه زاد تبري روحي قال خلينا نرقدوا الليل الغبشه نحن معتصمين قتلوا وعندنا مطالب للامم المتحده ما نروحوا كان ما تتحقق مطالبنا يسقط قيس سعيد يا غنوشي يا سفاح يا قتل الارواح ولا نحر راجلك البنطوف من الغلبه هكا وجا هكا هددهم بالبنطوف من البركون زعما باش يرميه وحلت هكاك عبير اللايف بعد هكاك مباشره وتحت تعيط ريت يا توانسه شفتوا يا توانسه ريت العنف يا توانسه ريت الاخوانجيه نتاع الامم المتحده يعنفوا في التساتره يا اخوانجيه بنتي قال تبري روحي يا مراه بعدين تبعدين خلينا نرقدوا
يا خواجي تعمل له يا خواجي نتاعك البلايص بنتي بري راه سايبيني سايبيني راه تونها بدك تقول لكم البافلويت قال ومرته مرته الراجل مرته مراه كبيره دخلت هكا مسكينه مراه كبيره وطول عمرها في الاوروبي مش مستاسب بالشيء هذا يا حاج فريدريك تعمل يا حاج فريدريك ارجيفك يا راجل مش باهيلك الغش مش باهيلك عسيلو ما تفضلت الحكايه لا ما دخل الامن وطلعوا للراجل الاجنبي نتاع الامم المتحده قالوا له امسحها فينا يا حاج فريدريك وحسبها نبذه في ربوخ وك تعرف رانا في مسار ديمقراطي متعثر فطبيعي راهو باش تلقى تزغريت اكثر من الموتزاريلا ولا خذا بالخاطر الحاج فريدريك رحم والديه نتاع الامم المتحده ورجع لداره مشى توضى وقرا المعوذتين وقبل القبله وهز يديه لربي وقال الله يرحمك يا برقيبه خليتها للي خلاها وقعد على تلتها وسكر الحاج فريدريك على روحه الباب وحط يسمى في كوكتيل محمد بوستة لين هز ربي متاعه وانا هني صابر وبرا